مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. يعتبر الصليب والفداء هو قلب الايمان المسيحي. فبدون الصليب تصبح المسيحيه جسد ميت ليس فيها حياه ولا يمكن ابدا ايضا ان تخلص الخطاه وتنقلهم من الظلمه الى النور. فكل العقائد المسيحيه تصبح بلا قيمه لو لم يكن المسيح قد صلب ومات وقام. فالسقوط ومجيء الرب يسوع الثاني الاولاني بالتجسد والميلاد العذراوي ودخوله الى العالم وحياته على الارض كلها تصبح بلا قيمه حتى المجيء الثاني يصبح بلا قيمه لو لم يكن المسيح قد صلب ومات من اجل خطايانا فمنذ نشاه المسيحيه والعالم كله يعلم حقيقه تاريخيه موت المسيح فلا احد ابدا يشك في ان يسوع المسيح قد مات وانه قد صلب في اليهوديه وان اتباعه منذ ذلك اللحظه وهم ينادون بالمسيح الذي مات المسيح الذي صلب والمسيح الذي قام. واستمر الايمان المسيحي على هذا المنوال في كل الامور سواء من الناحيه التاريخيه او من الناحيه ايضا الكتابيه ان المسيح قد مات بحسب الكتب والمسيح ايضا قد قام بحسب الكتب. إلا أنه في وقت من الأوقات ظهر من ينادي بأن المسيح لم يصلب وأتى بعد 600 سنة لكي ما يطعن في تاريخيه صلب المسيح ويحاول بكل الطرق أن يلغي أو ينكر تاريخيه صلب المسيح هذا هو القرآن الذي أتى لكي ما يطعن في تاريخيه صلب المسيح ولم يقدم دليلا واحدا تاريخيا ولا منطقيا على يؤكد ما يدعيه عن صلب المسيح وعن موت المسيح وحاول الاخوه المسلمين من ذلك الوقت ان يطعنوا في تاريخيه المسيح لكنهم فشلوا ولم يستطيعوا ان يقدموا دليلا واحدا تاريخيا يؤكد صدق الـ الـ الادعاء القراني إلا أنه أيضا بعدما فشلوا في إنكار تاريخية صلب المسيح ومحاولة وجود أدلة تؤكد أن المسيح لم يصلب أتى بعضهم بفكرة أخرى أن احنا نطعن في العقيدة وفي الفداء وفي صلب المسيح من الناحية العقائدية فإحنا فشلنا في الناحية التاريخية نلجأ إلى الناحية العقائدية والناحيه العقديه بدأ يطعن فيها على أن الفداء والصليب ما هو إلا فكره واختراع بشر. واتهم الرسول بولس بأنه هو الذي اخترع عقيده الصلب والفداء. ده الكلام دون حقيقي اللي انا بقوله، ان البعض بيفكر بهذه الطريقه ان بولس الرسول هو الذي اخترع عقيده الصلب والفداء. وانا النهارده هحاول ارد على هذا الادعاء الكاذب الادعاء الكاذب الذي يقول بأن بولس هو الذي اخترع عقيدة الصلب والفداء عشان كده هخصص الحلقة النهاردة للرد على أكاذيب محمد التاعب وهو مشهور وله قناة على اليوتيوب وبينادي في هذه القناة بكل ما هو بكل ما هو ضد الإيمان المسيحي المتعلقة بعقيدة الصلب والفداء كويس فخلونا الاول نشوف اول فيديو بيقدم فيه الفكره بتاعته وبعدين نبدا نرد على الفيديو بتاعه كما قلنا سابقا انا اعتقد اعتقاد راسخ بان بولس هو اول من اسس لعقيده الصلب والفداء بولس هو اول من ربط بين هذه الاركان الثلاثه الرئيسيه الركن الاول خطيه ادم الاصليه وتبعتها والركن الثاني صلب المسيح وموته وقيامته من الاموات والركن الثالث الحصول على البر امام الله ودخول الجنه والحصول على الحياه الابديه هو اجمل عباره بيبدا بيها دايما فيديوهاته انا اعتقد وانا عايز اقول له ان اعتقادك غير حقيقي ده اعتقادك ده تصورك لكن هذا التصور ليس له اي اساس من الصحه فهو بيقول انا اعتقد ان بولس هو اول من اسس لعقيده الصلب والفداء ونشوف بعد شويه انه هذا الادعاء وهذا الكلام اللي بيقوله ليس له اي صحه لا من الناحيه الكتابيه ولا من الناحيه ايضا اللاهوتيه انه بولس لم يكن هو المؤسس لعقيده الصلب والفداء ده عقيده الصلب والفداء بدات بحسب اعلان الله من سفر التكوين ومن أصحاح ثلاثة من حادثة السقوط بدأ الله يكلمنا عن الصلب والفداء والعهد القديم كله مليان بنبوات خاصة بتتكلم عن مجيء المسيح الذي سيقدم نفسه وأن حقيقة صلب المسيح وموت المسيح حقيقة معلنة في الكتاب المقدس وحقيقة أيضا أكدها الرب يسوع في حياته عندما كان يعلم عن حتمية صلبه وحتمية موته وحتمية نمتو. كويس وانا عايز اسال سؤال لو بولس هو الذي اخترع ما الانسان علشان يخترع حاجه لازم هيستفاد منها كويس هو مش ممكن ابدا انه هخترع كذبه وانا مش هستفاد منها انا عايز اسال سؤال ايه اللي استفاده بولس لو بولس هو الذي اخترع عقيده الصلب والفداء ايه اللي استفاده هل كسب منها ماديا لا هل كسب منها اه اجتماعيا ده بولس كان مضطهد كان مطرود اكثر اه من مره حاولوا يرجموه اكثر من مره اتهم وحكم رفضوا اليهود وايضا الرومان كانوا بيحكموه سجن مرات ومرات اللي كسب بولس ما كسبش اي حاجه بولس لو كان ظل كيهودي وكان ظل كتلميذ لغملائيل وهو مفكر ومتعمق في الشريعه اليهوديه كان صار واحد من الربايز الكبار المعلمين اليهود الكبار اللي ممكن كان يعيش حياه على الاقل في سلام دون اضطهاد لسنين عمره كلها ماذا استفاد بولس استفادش حاجه كويس وفي نفس الوقت بولس لم يخترع عقيده الخطيه الاصليه لانه هو دايما بيربط انه الصلب والفداء مرتبط بالعقيده الخطيه الاصليه وبولس حدثنا عن الخطيه الاصليه فبكده يكون بولس هو الذي اخترع عقيده الصلب والفداء كويس لكن ده كلام غير صحيح هو قبل ما يبدا بقى يسرد لينا قبل ما يبدا يسرد لينا الادله اللي بتؤكد مثلا ادعائه دخل شويه في شتيمه الرسول بولس وفي الافتراء على الرسول بولس فخلونا نشوف بعض الافتراءات اللي قالها على الرسول بولس ونرجع نعلق عليها. قبل قراءه النصوص التي يتكلم فيها بولس عن الصلب والفداء وبعض العقائد الاخرى المتعلقه بالصلب والفداء اريد التعليق على اسلوب بولس الدعوي كيف كان يدعو بولس الناس حتى يؤمنوا بالانجيل الذي كان يكرز به بغض النظر عن النص المشهور جدا الموجود في رسالة بولس الى اهل روميا ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعدك خاطئ هذا النص الشهير جدا الذي جعل الكثير من الناس يطلقون على بولس مسمى بولس الكذاب وكان بولس يقول في هذا النص بانه اذا كان صدق الله ومجد الله سيزداد بكذب بولس فهذا لا يعتبر خطيه ولا يجب ان يدان بولس كخاطئ. طبعا ده نص كلنا يعني سمعنا الافتراء على بولس الرسول من خلال هذا النص. واول رد هيجي على هذا الافتراء هو أولًا في الفيديوهات بتاعة محمد التاعب دايمًا بيرجع للمصادر المسيحية لما يكون عايز يثبت حاجة يرجع للكتب المسيحية، يرجع لكتب التفاسير، يرجع حكا كمان لكتب أجنبية، تفاسير أجنبية، يرجع للأصل اليوناني ويرجع للأصل العبري وكأنه يعني الباحث الذي عنده كل وسائل المعرفة والبحث ويأتي لك بمصدر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، لما يجي عند الشاهد دون سكتم بكتم لا ياتي بمصدر واحد تفسيري مسيحي لهذه الايه هو لانه يعلم ان كل المفسرين المسيحيين هيقدموا التفسير الصحيح لهذه الايه وهو لا يريد ان يقدم التفسير الصحيح هو يريد ان يقدم الكذبه لان هذه الكذبه تخدم غرضه كويس لماذا لم تاتي بتفسير مسيحي واحد لهذه الايه لماذا عجزت ان انت حتى تقول لنا الاب متى المسكين قال ايه عن الايه دي؟ او ويليام باركلي قال ايه عن الايه دي؟ او ماثيو هنري قال ايه عن الايه دي؟ او اي حد من المفسرين المسيحيين. عارف ليه؟ لانك عارف ان انت بتكذب على بولس، وعارف ان انت بتفتري على رسول بولس، وعارف ان هذا الادعاء ان بولس كذاب هو ادعاء كاذب وعارف ان انت ايضا بتقتسم او بتاخد الاية وتاخد منها جزء وتترك الجزء الاخر وهوريكم قد ايه هو فعلا في ادعائه على بولس رسول هو كاذب هو بيتبع مبدأ التقية كويس عشان كده لما يجي يقول بولي عن بولس رسول ايه بولس قال في روميا ثلاثة وعدد سبعة قال لنا إيه فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده هو بس عمل إيه هنا هو أخد الـ الـ النص من الآية ما خدش كل الآية خد نص من الآية النص اللي خده من الآية هو الجزء الأولاني دوّن فان كان صدق الله قد ازداد بكذبي فبالتالي بولس كاذب لكنه ترك النص الثاني من الايه فلماذا ادان انا بعدك خاطئ لان النص الثاني ده هو اللي بيقول له انه الكذب خطيه وان الله بيدين الكذب وبيعتبر الكذاب خاطئ لكن هو مش عايز يتكلم عن الجزء ده هو عايز يقول إن بولس في اسلوبه كان كاذب طيب أنا هوريكم النص الكتابي ده اللي هو بيفترى عليه تجاه بولس الرسول أولا بولس الرسول كان ينهي المؤمنين عن ممارسة أي أنواع من الكذب وكان يحث المؤمنين في كل رسايله على قول الصدق في كل شيء ان يقولوا الصدق فمثلا يقول في كلوسي ثلاثه وعدد تسعه لا تكذبوا بعضكم على بعض ان اذ خلعتم الانسان العتيق مع أمالي فالكذب يعتبر الطبيعه الخاطئه للانسان الانسان العتيق فقال لهم لا تكذبوا بعضكم على بعض كمان يقول في أفسس أربعة وفي عدد خمسة وعشرين لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء بعض يبقى لا تكذبوا وأيضا اطرحوا عنكم الكذب فكيف لبولس الرسول الذي يحث الناس المؤمنين على الصدق وينهي عن الكذب أن يفتخر بأنه يكذب لمجد الله هل هذا معقول من الناحية المنطقية؟ لا كويس؟ أمال ليه؟ إزاي نفهم كلام بولس الرسول في الآية اللي ذكرها آآ آآ موجودة في أفسوس سوري في روميا ثلاثة وعدد سبعة؟ النص ده نص مهم جدا بنقول عليه أول حاجة أن السؤال الذي طرحه الرسول بولس هو سؤال استنكاري افتراضي روتوليكر كويشن كويس وهذا سؤال بيفترضه بمعنى إيه أي شخص فينا محاور أو محاضر كويس بيفترض السؤال قبل ما يجيله يعني هو بيتكلم في موضوع معين فيفترض انه اللي بيسمع عنده اسئله فمن الذكاء وهو بيتكلم انه يجيب على الاسئله اللي بتدور في ذهن السامع وبولس الرسول عمل كده بولس هو بيتكلم عن اليهود وما هو فضل اليهود وليه اليهود يعني ايضا ربنا هيدينهم وانهم ايضا خطاة زي الامم وانهم محتاجين لبر المسيح كما بيتكلم عنه في رسالة روميا بولس بيفترض ان اليهودي اللي بيسمعه بيطرح اسئلة وهو بيسمعه فبيجاوب على اسئلة بتاعته وعشان كده في روميا ثلاثة وفي عدد عدد واحد وعدد ثلاثة وعدد خمسة وعدد سبعة في عندي أسئلة افتراضية هذه الأسئلة الافتراضية أول سؤال بيقوله رسول بولس إذا ما هو فضل اليهود هو بيتكلم عن أنه يعني الختان ما بينفعش وأنه الختان الأساسي هو ختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان فبيكلمني بيقول أنه الختان ما بيخلص الإنسان ما بيبررش الإنسان فاليهود اللي بيسمع كلام بولس ممكن يسأل سؤال طيب وما هو اذا فضل اليهودي؟ فبولس الرسول بيضع هذا السؤال وبيجيب عليه وبعدين السؤال الثاني في عدد ثلاثة. فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ هو بيتكلم عن اليهود ان ربنا استامنهم على كذا وكذا فبيقول طب ماذا اذا كان قوم من اليهود لم يكونوا امناء؟ افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله؟ ده سؤال افتراضي. سؤال بيفترض انه السامع اللي بيسمعه بيساله فهو بيطرحه وبيجاوب عليه. السؤال الثالث عدد خمسه: ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ وهو بيتكلم بيفترض ايضا السائل او السامع بيقول سؤال وبيجاوب عليه. يجي بقى للسؤال اللي احنا موضوع اتهام بولس الرسول. يقولي فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي الشخص اللي بيسمع بيقول طب اذا كان بقى الله امين وصادق الى اخره وانه حتى عدم امانه الانسان مش ممكن ابدا يبطل امانه الله وانه الله يتمم مقصده قصده وهيتمم اعلاناته ان الله مش هيتوقف في خططه على صدق الانسان او على كذب الانسان فبيقول اذا كان طيب مجد الله وصدق الله بيزداد بكذبي ده الشخص اللي, بي اللي, اللي بيسمع بيقول دون جواه فبولس الرسول بيقول واذا افترضت كذا 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 كويس وعشان كده بيقول يسمى سؤال افتراضي سؤال استنكاري فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ أول حاجه وهو طبعا ما قدرش يرجع ولا لمصدر مسيحي ولا مصدر مسيحي قدر يرجع له عشان يفسر الآية دي مع أنه مع أنه في حلقاته وفي مناقشاته أوقات بيرجع لعشرات التفسير علشان يجد فيها يعني رأي ممكن يستغله أو يلويه عشان يقدم بيه طعن في المسيحية لكن هنا ولا مرجع مسيحي قدر انه يرجع له لانه عارف انه تفسيره لهذه الايه تفسير خاطئ وهو عايز يوصل للمشاهدين بتوعه اقتناعه واتهامه لبولس الرسول وعايز يقول لهم ان بولس ده كذاب هو اللي اخترع عقيده الصلب والفداء لكن هو يعلم جيدا في قراره نفسه يعلم جيدا في قرارة نفسه ان اللي قاله بولس هو سؤال استنكاري افتراضي كويس افترض الرسول بولس سؤال يدور في ذهن المستمع فطرح السؤال ليجيب عليه بمعنى ايه؟ بمعنى انه ليس كلام الرسول بولس اللي اتقال دون ان هو ان كان صدق الله قد ازداد بكسبي ده مش كلام بولس ده مش ايمان بولس ده سؤال بيطرحه السامع لبولس الرسول فهو ليس كلام الرسول بولس بقدر ما هو كلام على لسان المعترض الذي يقول ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ يرد الرسول بولس عليه ويقول ايه هذا الافتراء تزعمون أنتم الذين دينوناتكم ستكون عادلة على ما تفترونه يعني أنه يقول لهم الله سيدينهم على هذه الأقوال ولا يحث عليها وعشان كده الآية دي عشان نقدر نفهمها الكذب خطية بيدينها الله في نفس الآية في نفس الآية بيقول الرسول بولس ايه فلماذا أدان أنا بعد كخاطي يعني يعني هنا بيأكد رسول بولس انه الكذب خطيه وانه من يفعل ومن يكذب في نظر الله هو انسان خاطئ وهذا الانسان الخاطئ هو مدان من الله فبولس مش بيشجع على الكذب ولا بيقول انه انا هستمر في الكذب او انا هخترع كذبه علشان مجد الله او انا اللي انا بقوله ده كذب بس هذا الكذب هيمجد الله المسيحيه وانت تعلم جيدا لا تشجع على الكذب ولا تحرض على الكذب بل تنهي عن الكذب وتحث على الصدق والحق احنا لا عندنا التقيه ولا عندنا ان الانسان ممكن يكذب في مواقف مختلفه زي ما موجود في الاسلام. وزي ما اتعلمتم من رسول الاسلام. وعشان كده بقول لك يا ريتك ترجع لمصادر مسيحيه وانت بتتكلم عن الايه دي لانك انت تعلم جيدا ان كل التفاسير اللي انت فتحتها عشان تجد فيها بتأكد كلمتك ما كانتش بتأكد اللي انت بتقوله، وعشان كده ما جبتش ولا مصدر مسيحي تتكلم فيه عن هذه الآيه. أرجع لنقطه أخرى مهمه. النقطة الأخرى هو بيعتقد أن بولس الرسول هو الذي اخترع عقيدة الخطية الأصلية. فهو بيقول ان بولس اخترع ثلاث عقائد علشان يعمل الحبكه بتاعه عقيده الصلب والفداء فعقيده الصلب والفداء مبنيه على الخطيه الاصليه ومبنيه على موت المسيح ومبنيه على انه نتيجه عمل المسيح الانسان هيتبرر كويس وليس بالاعمال ولكن بالايمان بشخص المسيح فقط كويس فهو عنده اقتناع انه الخطيه الاصليه هي من اختراع بولس ودايما بيرجع مثلا لرميه خمسه اللي فيها بيتكلم الرسول بولس عن انه زي ما بآدم الاول ايضا دخل الخطيه وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس فبالتالي هناك الخطيه الاصليه علم بها الرسول بولس وهو لا يعلم انه اي عقيده كتابيه مش ممكن ابدا تبنى على نص واحد ما عندناش عقيدة كتابية تبنى على نص واحد يعني زي ما دايما لما يروحوا إلى يوحنا الأولى خمسة وعدد سبعة الذين يشهدون في السماء النص ده مش موجود في المخطوطات الأصلية الكبيرة وإلى آخره إلى آخره يقول لك النص الذي الوحيد الذي يثبت عقيدة الثالوث وطبعا ده كذب لأن عقيدة الثالوث لو بنيت على آية واحدة يبقى مش عقيدة تبقى هشة يبقى ملهاش أساس العقيدة تبنى على كل تعليم الكتاب المقدس وهو مش قادر يقبل ديا مش قادر يقتنع بيها وأنا زيها هقول لك بعض الآيات اللي بتؤكد على أن عقيدة الخطية الأصلية عقيدة ليس من اختراع بولس علشان يتكلم فيها عن أهمية الصلب والفداء لكن هذه العقيدة هي عقيدة أعلم بها الكتاب المقدس وبنجدها على صفحات الكتاب المقدس من أوله إلى آخره كويس الخطية الأصلية بتقول لنا أو الفكرة عن العقيدة دي بتقول إيه نحن خطاب الطبيعة الانسان خاطي بالطبيعه، نحن لا نصير خطاة بفعل الخطية، بل لأننا خطاة نفعل الخطية. لأن اح... ليه اللي... لي... لي... الانسان بيعمل الخطية؟ مش لأن الخطية هي اللي جعلت الانسان خاطي، لا، لأن الانسان خاطي أصلاً هو بيفعل الخطية. لأن الانسان في الطبيعة الخاطئة هو بيفعل الخطية. البشريه كلها وصفت في الكتاب المقدس بالاثم وبالخطيه. الموت الجسدي والروحي هو ناتج من الخطيه. طب بقى الايات اللي ممكن اجيب بعض الايات اللي بتتكلم عن الخطيه الاصليه في الكتاب المقدس. ولانه الوقت ما يسمحش ان انا اخد كل الايات مع بعض فانا هذكر بعض الايات اللي هي بس بتهد يعني بت بتمشي مع الغرض بتاعنا انه تؤكد ان بولس الرسول لم يكن هو الذي اخترع الخطيه الاصليه وعقيده الخطيه الاصليه والانسان ميت بالذنوب والخطايا وانه محتاج الى فداء المسيح شوفوا هنا يقولين يقول في مزمور 14 وعلى فكره بولس الرسول اقتبس مزمور 14 اقتبس منه في روميه 3 في نفس الاصحاح اللي هو كان بيتكلم فيه عن الايه رقم 7 ان كان صدق الله قد ازداد بكذب نفس الاصحاح يعني لو كان كمل شويه كان ارى الجزء ده مقتبس من مزمور 14 الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الكل ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد دي موجوده فين؟ دي مش موجوده في بولس الرسول ده بولس الرسول اقتبس هذه الايه في رميه اصحاح ثلاثه عشان يأكد احتياج الإنسان إلى بر المسيح رجع إلى العهد القديم وإلى تعليم العهد القديم عن أن الإنسان بالطبيعة خاطئ كمان شاهد آخر يقول كده في مزمور 130 وعدد 3 إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ يعني لو ربنا هيحاسب هيحاسبنا على كل حاجه مين هيقدر يقف قدام ربنا ليه؟ لانه كلنا خطاه. كلنا خطاه. كلنا اشرار. كمان في مزمور 142 يقول ولا تدخل في المحاكمه مع عبدك فانه لن يتبرر. قدامك حي يعني لو الرب حاكم الانسان او البشريه مين اللي هيقف قدام الله متبرر؟ ما فيش حد ليه؟ لأن المبدا الكتابي الواضح جدا ان الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وكمان في أيوب 15 أيوب يقول هذه الكلمات من هو الإنسان حتى يسكو أو مولود المرأة حتى يتبرر هو ذا قدسو لا يأت منهم وسموات غير طاهرة بعينيه فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء ده الإنسان كله البشرية كلها وفي سفر الجامعة وفي أصحاح سبعة وعدد عشرين لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ كل الناس بتقول طب هو ليه الإنسان بيخطئ هو ليه البشر بيخطئوا لأنهم أساسا خطاة لأنهم أساسا خطاة يقول أيضا في إشعياء 53 اللي بيتكلم فيه عن عبد الرب المسيح المتألم يقول كلنا كغنمين ضللنا كلنا يعني ايه كلنا يعني كل البشرية ما فيش حد بلا استثناء كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه على شخص الرب يسوع إثم جميعنا كلنا مش بعض فينا شاهد آخر في إشعياء أربعة ستين يقول ايه وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدت كل اعمال برنا وقد زبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك كلنا كلنا أنا بجيب شوائد من العهد القديم على فكرة يعني, يعني الشوائد العقيدة إنه الإنسان مولود بالخطية وإن الخطية الأصلية شوهت الإنسان قلباً وفكراً وجسداً وشوهت الكائن اللي ربنا خلقه على صورته وصار الإنسان يفعل الخطية بسهولة جداً لأنه في الأصل خاطي هذه العقيدة بيعلمها لنا الكتاب المقدس والشواهد بتاعتها موجودة في العهد القديم عشان كده يقول أرمية 17 القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه أنهي قلب؟ قلب كل البشر كل واحد عارف أنه الآية دي صح لو اتطبقت عليه يوحنا الأولى أيضا يقول لنا إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل لأنفسنا وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا ويوحنا الأولى أيضا خمسة يقول نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير ففكرة أن الخطية الأصلية من اختراع بولس هي كذبة ليس لها أي حق كتابي ولا يمكن أن تؤسس على يعني شيء حقيقي هي مبنية على كذب الخطية الأصلية هي تعليم الكتاب المقدس الكتاب المقدس كله يعلم على أن الإنسان خاطئ عشان كده بولس لما كيهودي يعلم جيدا العهد القديم ودارس جيد للعهد القديم يعلم جيدا ان هذه العقيده هي اساسيه في كلمه الله فلما جه يتكلم عنها اتكلم عنها ووضحها زي ما يوحنا الحبيب ايضا اتكلم عنها وضحها عشان كده بولس يقول في اصحاح 2 من افسس يقول ايه؟ وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافكار وكن بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا الكل الفرق الوحيد بين المؤمن بالمسيح وبين غير المؤمن بالمسيح هو ان المؤمن بالمسيح افتقدته نعمه الله وغير المؤمن نصلي ان تفتقد نعمه الله وانا بسمع لي الفيديوهات بتاعت محمد شاهين التاعب بعرف انه عنده معرفة كبيرة وبيقرأ كتير وبعرف انه فعلا احساس الشخصي انه ليس بعيد عن انه يدرك الحق وانا فعليا بصليله انه الرب يفتح قلبه وذهنه اللي عنده من كتب ومن معرفة ومن قرايات و... لكن كلها بيستخدمها بطريقة غلط وكلها بيوجهها بدافع خاطئ مش إنه يدور عن البحث عن الحق هو يحاول أن يدمر الحق زي بولس الرسول اللي حاول قبل ما يعرف المسيح إنه يدمر الإيمان المسيحي وأنا بصلي إن ربنا فعلا يفتقدك وإنه في مره من المرات وإنت بتقرا وإنت بتدرس في الكتاب عشان تبحث عن أخطاء بحسب وجهة نظرك إن يعني تكون دي المره اللي ربنا بيفتح عينك عشان تشوف الحق لأن الموضوع مش بسيط الموضوع مش أيام هنعيشها على الأرض الموضوع مرتبط بأبديه هنعيشها كلها والحياتنا على الأرض هنا القرار اللي هناخده قبولنا للمسيح أو عدم قبولنا للمسيح هو اللي هيتحكم في أبديتنا من له الابن له الحياة ومن ليس له الابن ملهوش حياة فأنا بصلي ليك وبصلي لغيرك لي أن رب فعلا يفتح عينك فتختبر محبة الله في المسيح يسوع محبة المغيره التي تغير الحياه وتنقلك من الموت الى الحياه ومن الظلمه الى نوره العجيب. طيب نرجع الى الموضوع بتاعنا مره ثانيه فشفنا انه اولا الادعاء على ان بولس كذاب من نص كتابي ده ادعاء ملوش اي مصداقيه وادعاء كاذب شفنا انه بولس هو الذي اخترع عقيده الخطية الأصلية برضو ده ادعاء غير حقيقي ادعاء مبني على افتراض وادعاء كاذب كويس لكن كمان خلونا نشوف فيديو آخر وأنا يعني حابب أروح للفيديو رقم خمسة الفيديو رقم خمسة اللي بيتكلم فيه عن أنه إزاي الإيمان المسيحي أو العقيدة المسيحية فيها خطوات مهمة جدا ومش ممكن أبدا الإنسان يخلص إلا إذا اتحققت كل هذه المطالب آه الإلهية فخلونا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. ننتقل الآن إلى النصوص المتعلقة بعقيدة الصلب والفداء والعقائد المحيطة بهذه العقيدة. بولس كان يؤكد على أن المسيح حقق الخلاص من تبعات الخطية الأصلية عن طريق تحقيق خطوات معينه وان الخلاص لا يمكن ان يتم الا بتحقيق هذه الخطوات ولو تمت كل الخطوات ما عدا خطوه واحده فقط فان الخلاص لن يتم وهكذا نجد ان بولس كان يؤكد على ان قيامه المسيح حقيقه تاريخيه ولو تم انكار قيامه المسيح من الاموات لما حصلنا على الخلاص وتم هدم عقيدة الصلب والفداء بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الخامس عشر من الأعداد الثاني عشر إلى العشرين ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات لاحظ هنا أن بولس لا يستطيع أن يبرهن بشكل تاريخي أن المسيح قام من بين الأموات بالفعل هو لا يقدم ادله بولس كان يكرز بقيامه المسيح من الاموات وكان يعترض على وجود الذين لا يؤمنون بقيامه الاموات اصلا يعني هم ينكرون قيامه المسيح او غيره يقولون ان الموتى لا يقومون اصلا طبعا ما اعرفش حضراتكم لاحظتوا التناقض في كلامه تناقض في كلامه، بس خلونا قبل ما اعلق على كلامه ناخد مداخلة. الأخ زكريا من المغرب. ألو. أيوه السلام ونعمة. سلام ونعمة أخويا زكريا. أشرف عزيز. أهلاً بك. الله الله يحفظك. على <applause> 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 البرنامج عبر الكتاب الأكاديمي. ربي يباركك. الله يحفظك. اللي يقدم بالدليل العلمي يجب ان يدرس في الجامعات العالميه مثل اوكسفورد وفيرجينيا يجب ان يبث مباشره في وسط يعني حتى تكون الفائده عامه ل, ل... 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 يعني اشكرك على موضوع الحلقه يعني حقيقه حقيقه ولا كما لدي رساله الى الأمازيغ من فضلك هل يمكن ان اقراها قبل ان اخوض في الموضوع يعني الصدق ممكن تفضل لو بس يعني القصيره و يعني تو ذا بوينت زي أيوة. ما يقولوا ايوه الله لدي موضوع عن الحلقه ازول ربي في اللون يسع المسيح يقول له في ماره المغرب تونس اللي يجي ياخذ

طيب. اخ زكريا أه انت عندك سؤال مرتبط بالحلقه صح؟ ايوه عندي موضوع اتفضل لو سؤال مرتبط بالحلقه اللي هو صلب وموت المسيح والفداء يعني المسيح هو بالحقيقه بالحقيقه صلب ثم قام بين الاموات في اليوم الثالث والذي الذي اريد ان اقرا بعض الايات عن الكذب ومحاربه الكتاب أه. طيب احنا اوريدي خدنا اوريدي خدنا الايات اللي بتحرض على الحق والقول الصدق و والكتاب مليان كتاب بيحذرنا كتير جدا من هذه من من قول الكذب وبيشجعنا على قول الحق اشكرك يا اخ زكريا على اتصالك لكن خلوني ارجع للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها وهي هو بيتكلم على انه الايمان المسيحي مبني على حقائق اذا اذا هذه الحقائق واحده فيهم سقطت يبقى الايمان المسيحي ما يكملش او الخلاص ما يتمش من ضمن هذه الاشياء ان المسيح مات وقام من اجل خطايانا وهو بيقول بيقول لنا حاجه بيقول بيقول ان بولس الرسول بيتحدث عن قيامه المسيح كحقيقة تاريخية وبعدين بيرجع في نهاية الفيديو يقول بولس الرسول اتكلم عن قيامة المسيح لكنه لم يستطيع أن يقدم حقيقة تاريخية واحدة بقى بولس ما قدمش حقيقة تاريخية واحدة كويس طيب عشان تشوف مدى التناقض اللي هو بيقوله خلونا نرجع إلى روميا سوري أه كورنثوس الأولى 15 والجزء اللي هو أرى منه على طول قد قبليه كم آية مهمين جدا كم آية مهمين بولس الرسول بيقول في روميا سوري كورنثوس الاولى 15 وفي عدد واحد واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به الانجيل اللي بشرتكم به وهو هنا مش بيتكلم عن انجيل مكتوب بيتكلم عن خبر صار وده اول حقيقه بنعرفها في النص ده ويا تعرفها وتقول لنا انه يعني ده التعريف الحقيقي للانجيل الانجيل هو الخبر الصار الانجيل هو الخبر الصار وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا وأنا أتكلم عن البراهين بس خلوني أخذ مداخلة وأكلم عن البراهين اللي بيتكلم عن قيامة المسيح الأخ مقدام من العراق ألو ألو مرحبا 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 أهلا بيك كيف الحال؟ كيف عندي سؤال تفضل او اشكال على الموضوع في قضيه انه المسيح حين صلب او يعني هل فارق الناسوت اللاهوت عفوا هل فارق اللاهوت الناسوت حين صلب وحين مات في هذه ثلاثه ايام يعني حين كان جسدا هو ميت يعني يعتبر مات موت بمعنى انه انفصال الرب عن جسده وهل له روح انسانيه ايضا او فقط روح الله تحل في جسده طيب اشكرك اشكرك اخ مقدام وللاجابه على السؤال ده لان السؤال ده مهم كويس اولا المسيح الموت الجسدي الذي اجتاز فيه هو انفصال الروح الانسانيه عن الجسد فبمجرد ان تنفصل الروح الانسانيه عن الجسد يموت الجسد كويس لكن اللاهوت لا يموت اللاهوت ظل متحدا بالجسد لم يفارقه لحظه ولا طرفه عين وعشان كده استطاع المسيح ان يقوم بقوه قيامته بقوه شخصه كويس بالظبط يمكن بعض التشبيهات اللي اللي ممكن توضح لنا الفكره انه مجرد تشبيه يعني البعض بيصور مثلا لو انا جبت ورقه زي كده و يعني غمستها في في ميه حطيت الورقه دي في الميه اتشبعت بالميه كويس الورقه دي بقت ورقه متشبعه بالميه لو انا خدت الورقه دي وقطعتها كويس ما زالت الميه هنا وما زالت هنا فالميه لم تنتهي بان انا مجرد ان انا نزعت الروح عن الجسد لكن مازال الميه موجوده في الورقه ده تشبيه وكل تشبيه له طبعا نقاط ضعفه لكن عايز اقول انه ده تصويري مجرد حاجه تصويريه بتقدم لنا الحقيقه اللي حصلت وهي ان عندما مات يسوع انفصل الروح الانسانيه عن الجسد عشان كده الرب يسوع على الصليب قال يا ابتاه في يدك استودع روحي لكن اللاهوت لم ينفصل ولم يستطيع الجسد ان يؤثر على اللاهوت ولا ايضا اللاهوت يحد الجسد اللي هو مائت لكنه في اليوم الثالث قام يسوع المسيح منتصرا من بين الاموات. اشكرك على سؤالك وعلى اتصالك الاخ محمد شاهين لو كان ارى الايات اللي بعد كده من كورنثوس الاولى واصحاح 15 وليه فانني سلمت اليكم في الاول ما قد قبلته ايضا يبقى الرسول بولس قبله قبل, قبل قبل هذا الايمان طب قبله منين؟ قبله اولا من الرب يسوع الذي ظهر له في الطريق الى دمشق وقبلوا ايضا من تلاميذ المسيح الذين كانوا ينادون بهذا الانجيل ان الرب المسيح مات من من اجل خطايانا حسب الكتب يبقى المسيح اول حقيقه بياكدها لي في الانجيل الانجيل هو الخبر السار ان المسيح مات بحسب الكتب من اجل خطايانا وان برهان خلوا بالك وبرهان موت المسيح انه دفن وده اللي بيقوله الرسول بولس وانه دفن يبقى المسيح مات بحسب الكتب والبرهان على انه مات انه دفن طيب والحقيقة الثانية ان المسيح قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبرهان قيمته انه ظهر لصفه ثم للاثني عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد هذا ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كانه للسقط ظهر لي أنا إيه ليه بولس بيقول الكلام بولس بيقدم حقائق تاريخية بولس بيقدم ما قيامة المسيح على أنها حقيقة تاريخية وقيامة المسيح مش ممكن المسيح يكون قد قام إن لم يكن المسيح أولا قد مات لأنه محدش هيقوم إلا إذا كان أولا مات فهو هنا بيطعن في تاريخية القيامة ليه؟ لأنه بيطعن أساسا في حقيقة الصلب فهو بيحاول أنه مش عارف يلغي تاريخية الصلب فبيحاول يلغي تاريخية القيامة لانه دوا هتقوده الى الغاء تاريخية الصلب الفكرة كلها كل اللي بيقوله ده عايز يلغي من خلاله تاريخية صلب المسيح فهو مش عارف لا عنده ادله تاريخيه ولا عنده ادله يهوديه ولا عنده ادله رومانيه ولا يونانيه ولا ادله من حل حتى ادله اثار وعلم الاثار ولا حتى ادله من الكنيسه الاولى ولا حتى ادله من اعضاء من من مبغضي المسيح في القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى قبل ظهور الاسلام. هو مش لاقي. هو في ورطه. انت يا اخ محمد في ورطة وتحتاج ان انت تخرج منها انت مش عارف تثبت صدق الرواية القرآنية عن صلب المسيح وعشان كده عمال تلف وتدور وتحاول بكل الطرق مش عارف تلغي وتنكر تاريخية الصلب فبتحاول تطعن في العقيدة الصلب والفداء فدي دي الحقيقه ده يعني الحقيقه الواضحه جدا انت في ورطه تحتاج من فضلك انك تعمل حلقه وانا بتحداك انك تعمل حلقه تثبت فيها صدق الروايه القرانيه تاريخيا تاريخيا تجيب لي ادله تاريخيه تجيب لي ادله من علم الاثار تجيب لي ادله من اناس طعنوا في موت المسيح قبل ظهور الاسلام تجيب لي ادله من الكنيسه، تجيب لي ادله من اي مكان. تقول فعلا ان الروايه القرانيه صح. وانا بتحداك ان انت تعمل حلقه زي كده. عارف ليه؟ لانك ما عندكش. لانه حتى اعداء المسيح شهدوا على انه صلب، وحتى الكتب اليهوديه قبل الاسلام شهدت على انه صلب. وعلم الاثار شهد على انه صلب. وتيجي انت بعد كده او رسول الاسلام بمجرد يعني جره قلم كده بدون اي دليل لا تاريخي ولا منطقي ولا اي حاجه تلغي صلب المسيح على اي اساس عشان كده الصليب عامل لكم مشكله عامل لكم مشكله كبيره جدا عندكم بغضه وكره للصليب غير عادي أعرف ليه بتكلم بصدق يعني والرب يعلم لان كلمه الصليب فيها قوه خلاص للانسان لان الصليب هو الوحيد الذي يغير الانسان لان الايمان بيسوع المسيح الذي مات من اجل خطايانا هو الذي يحول الانسان وينزع القلب الحجر اللي جواه ويعطيه قلب لحم لان الصليب هو برهان محبه الله لي وليك كخطاه عشان كده احنا بنفتخر بالصليب. وعشان كده بنعلم انه عدو الخير ابليس يريد ان يبعد الناس عن الصليب، ويريد انه يهاجم الصليب، ويريد انه يطعن في الصليب لانه يعلم ان خلاص الانسان في الصليب وحده. وعشان كده زي ما قلت ليك ولغيرك احنا فعلا بنحب الاخوه المسلمين وفي قناه الحياه احنا فعلا من كل القلب بنحب اخواتنا المسلمين واغلب اللي بيخدموا في قناه الحياه نعمه الله افتقدتهم وعبروا من الظلمه الى النور ومن الموت الى الحياه ولاننا نعلم جيدا ان خلاص الانسان مش ممكن هيكون الا بصليب المسيح ما زلنا بنقدم الصليب وهنقدم الصليب وهننادي بالصليب وهنعلم عن الصليب وهنقول الكلام اللي قاله الرسول بولس ان الصليب لليهود عثره ويمكن بالنسبه لك انت عثره لانه المنطلق اللي انت بتحاول تلغي منه وتنكر منه حتميه الصليب وتاريخيه الصليب هو انه مش ممكن ابدا الله يعني يكون قاصل الدرجات دي انه يجعل او يسمح للمسيح انه يتالم بهذا الشكل ممكن الصليب يكون بالنسبه لك عثره أو صليب يكون بالنسبة لك جهالة، إيه, إيه العبط دوت؟ إيه الجهل ده؟ الإنسان ممكن يخلص بدون الصليب مجرد إنه يعمل أعمال وكذا زي من زي يعني ده زي الفكر الإسلامي إنه الإنسان يخلص، ربنا يغفر خطاياه لكن الصليب لكل إنسان اختبر نعمة الله هو قوة الله للخلاص هو قوة الله للخلاص واللي قاله الرسول بولس هنا في كرونسوس الأولى 15 كلها أدلة تاريخية لما أجي أقول لك أن المسيح قد قام وقف على طول تقول لي طب إيه الأدلة التاريخية اقول لك انه المسيح ظهر، وهنا بولس مش بيتكلم عن الظهور بترتيبه زي ما هو موجود في الاناجيل الاربعه، بولس بيتكلم عن محصله عن بعض البراهين لكن مش بيحط كل البراهين، لكنه بيحط لنا براهين تاريخيه، بولس بيقول انه ظهر لبطرس لصفا وظهر للاثنى عشر، والاناجيل بتقول لنا ظهر للاثنى عشر تلميذ او التلاميذ الرب يسوع ال11 ظهر ليهم مره كان معاهم توما ومره ما كانش معاهم توما كويس وظهر ايضا للمجدلية وظهر على بحيره طبريه الى اخره لكن بولس الرسول بولس الرسول قال عباره مهمه جدا وانا عايزك يا اخ محمد انك فعلا تفكر فيها يقول ايه ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ لو وقف الرسول بولس هنا كنا ممكن نقول يا عم ده احلام دي كلها احلام ده يمكن بس ناس كده حلمت بالمسيح وانه قام فالناس بتقول كده لكن بولس قال عباره هي عباره تحدي انا بشوفها عباره تحدي عباره اثبات حقيقه تاريخيه عباره بتقول ايه بيقول كده ايه اكثرهم باق الى الان يعني ايه يعني اكثرهم باقين الى الان يعني لو انتم مش مصدقيني روحوا اسالوهم هل يقدر بولس يتكلم عن قيامه المسيح لو لم يكن المسيح حقا قد قام هل ممكن بولس الرسول يقول ان المسيح قد ظهر وانه انه ناس كثيرة شافته ويسكت على كده لا لكن يقول واكثرهم باق الى الان بمعنى إيه؟ بمعنى لو انتم مش مصدقين ان المسيح قد قام يبقى ترجعوا للناس اللي ظهر لهم المسيح وتتاكدوا من تاريخيه قيامته من بين الاموات دي عباره تاريخيه بل عباره تحدي بولس بيتحدى منكروا قيامه المسيح يسوع بل منكروا القيامه بصفه عامه وبيقول لهم روحوا اسالوا وافحصوا الامر بانفسكم ودققوا في حقيقه قيامه المسيح من الناحيه التاريخيه انت بتقدم ادعاءاتك بدون اي براهين بتقدم ادعاءاتك بدون اي براهين الصلب لم يكن من اختراع بولس والفداء لم يكن من اختراع بولس العهد القديم كله مليان براهين ونبوات عن موت المسيح وعن صلب المسيح. والمسيح نفسه له كل المجد اتكلم عن حتميه موته وحتميه ذهابه للصليب. هو قال كده اكثر من شاهد الرب يسوع اتكلم فيهم من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. طب ليه ده كله؟ ليه؟ ليه هو عارف ده كله؟ وليه هو مصمم على ده كله؟ لأنه في موته وفي قيامته خلاص البشريه خلاصي وخلاصك مبنيين على موت المسيح وفداء المسيح الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وفي الصليب بنجد محبه الله لانه هكذا احب الله العالم انا وانت حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه سلام المسيح يكون معكم